أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة السائل يقول فضيلة الشيخ: ما الفرق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي؟ النفاق الاعتقادي يخرج من الملة والعياذ بالله. النفاق الاعتقادي هو الذي ليس معه إيمان وإنما يؤمن في الظاهر وهو كافر في الباطن. من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أما النفاق العملي فلا يخرج من الملة لكنه ينقص الإيمان وهو معصية من المعاصي، وذلك كالكذب في الحديث والخلف في الوعد وآية المنافق 3. يعني النفاق العملي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، أي صفات المنافق والعياذ بالله. قد تصدر من المؤمن ضعيف الإيمان لكنه نفاق عملي وهو خطير، لا شك أنه خطير، ولكنه لا يخرجه من الملة. نعم.